الأمراض النفسية بنبص عليها من ناحية الكنيسة زي الأمراض الجسدية. بنرجع ونقول إمتى الأمراض الجسدية ابتدت في البشرية، يعني من ناحية الكنيسة بنقول إن بعد الخطية ما دخلت العالم والموت دخل العالم إن الجسد ابتدى يبوظ. وإحنا برضه نقدر نقول بنفس الفكرة إن العقل أو النفسية بتاعت البني آدم ابتدت برضه تبوظ أو تعيا، فزي ما في عيا جسدي في عيا نفسي. لازم طبعا 100% نقبل اي حد عنده امراض نفسية بحب وبحكمة، ولو احنا محتاجين مساعدة زيادة نسأل اب اعترافنا او اب اعتراف الشخص ده كمان يكون افضل. ان حد يبقى عنده مرض نفسي دي مش خطية، وممكن حتى نرجع لموضوع السويسايد او ما حد بيحاول يقتل نفسه او بيقتل نفسه. الكنيسة بتبص عليها كيس باي كيس. طبعا يعني الانتحار بيكون خطية عشان الواحد بيبقى عنده بيكون فقد الأمل، ولازم دايما الأمل بتاعنا بيبقى في ربنا. لكن بنرجع ونشوف يعني حتى من القرن الرابع ممكن نشوف الآباء بيتكلموا في الموضوع ده ويقولوا لا، في ناس فعلا عندهم حاجة زيادة، عندهم مرض نفسي ولازم نصلي عليهم حتى لو انتحروا.